بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، بعد التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض دلوقتي إن شاء الله بإذن الله أونيتيدو ليسون دو، طبعا أونيتيدو الوحدة الثانية والدرس الثاني. هنقرأ مع بعض الكلمات: أن كونتينو، أن ديزير، أن دوميسيل، أن درابو، أن أندروا، أن أبيتان، un fleuve, un lion, un monument, un océan, un billet, un village, une adresse, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, Asie, une capitale, une carte, l'Europe, une île, une langue, une monnaie, une rivière, une nationalité, une Océanie, une origine, une ville. Habiter, localiser, partir, s'adresser à, se déplacer, se trouver, se situer, sortir, venir, vivre, voyager. Ancien, à l'Istudo, à l'étranger, à l'Ouistudo, au centre d'eau, au milieu d'eau, au nord d'eau, au sud d'eau, à l'étranger, intéressant, meilleur, nouveau, nouvelle, officiel, spécial. صفحة يا ولاد 205. هنتكلم مفروض الأربع كلمات، أهم أربع كلمات في الوحدة عندنا. أول حاجة لكونتينو، ودي القارات. ليبي الدول، لكابيتال العواصم، للونج اللغات. يبقى انا مفروض ادي كونتينو قارات، بي يعني دوله، كابيتال يعني عاصمه، لونج يعني لغه. طيب ايه اللي مفروض؟ انا عندي مجموعه دول مهم جدا احفظ. لانجلتير، احنا عارفين انجلترا الكابيتال بتاعتها العاصمه لندن، طبعا بتتكلم انجلي. ايطالي اللي هي ايطاليا عاصمتها روما، روم اللي هي روما، طبعا اللونج اللغه ايطاليا الايطالي. ألمانيا اللي هي ألمانيا، برلين اللي هي العاصمة، بيتكلموا لالمو الألماني. إسبانيا اللي هي إسبانيا، مدريد العاصمة، إسبانيول اللغة الإسبانية. لا فرانس اللي هي فرنسا، باريس العاصمة، لو فرنسي اللغة الفرنسية. ننزل مع بعض تحت خالص، طبعا لو جابون اللي هي اليابان، طوكيو العاصمة، جابوني اللغة اليابانية. بعد كده لوتشين، لاتشين اللي هي الصين، بكين طبعا بكين العاصمة، شينوا اللغة الصينية. طب يا أولاد صفحة هنا 207 اللي هي طبعا تأنيث صفات الجنسية. أنا هنا طبعا عشان أنس الصفات، إحنا طبعا حتى في التأنيث العادي تؤنس صفة بإضافة الأو، إذا كان آخر أو تبقى كما هي، وإذا كان طبعا في التأنيث العادي ما في آخر أو عليك سم زود أو، دي ملهاش علاقة بتأنيث الجنسيات. تعالوا نشوف مع بعض تأنيث الجنسية. أول حاجة تؤنس صفات الجنسية بإضافة الأو: فرنسي فرانسيز، سويدوا سويدواز، إسبانيول إسبانيول، أنجلي أنجليز، ألمو ألموند، أرجنتين أرجنتين، تمام، هولندي هولنديز، جابوني جابونيز. يبقى تؤنث الصفة بإضافة الأو. في اتنين، إذا كانت صفة تنتهي بالأو أصل صفة الجنسية: روس اللي هي روسي، سويس اللي هي سويسري، بلج اللي هي. بالتلات صفات مهمين جدا 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 نحفظهم. ليه؟ لأنهم يمشوا مذكر ويمشوا مؤنث، يعني هنا دي تمشي مذكر وتمشي إيه؟ مؤنث. إيه الصفات التلاتة؟ روس سويس بلج، الثلاث صفات دول اللي انا احفظهم واكد عليهم. ليه؟ لان انا عندي في طبعا الصفات الاولى في شكل مذكر وشكل مؤنث، والصفات اللي جايه برضو ليها شكل مذكر ومؤنث، الا الثلاث صفات روس وسويس وبلج، الثلاث صفات دول بيبقوا في المؤنث المذكر كما هما. بعد كده قال لي الصفه المنتهيه بالاي او ان، ايه اللي بيحصل؟ بنضعف الان ونحط او. ايطاليا ضعفت الان وحطيت او، ايجيبسيا ضعفت لانه حطيته، الجيريا ضعفت لانه حطيت، تونسيا ضعفت لان، يبقى اذا كنديا ضعفنا لان،
انديا ضعفنا الان، استراليا استراليان، برازيليا. يبقى اذا تؤنث طبعا ان انا بضعف الان واحط الاو. بعد كده عندي صفات شاذة عند التأنيث. يعني ايه شاذة عند التأنيث؟ انا عندي هنا جريك يوناني، ماشي كده، جريك دي المذكر، لو حطيت الاو يا اولاد هتبقى اليونان، فعشان انسها بنضيف الكو الكيو يو اي، يعني هنا جريك سبتها زي ما هي يوناني وضفت لها الكيو يو اي. بعد كده ترك اللي هي التركي، شلنا السي وضفنا الكو اي اي اللي هي الكيو يو اي. اذا هنا صفتين بيختلف فقط المؤنث بتاعهم، جريك يوناني وطبعا جريك يونانية، وترك تركي وترك شلت السي وحطيت كيو اي اصبحت تركيا. يبقى هنا دول بس بياخدوا شكل مختلف فين؟ في التأنيث. بعد كده خلي بالنا من كلمتين اتر دوريجين واتر دوريجين، يعني من اصول، وهنا وناسيوناليتي، ناسيوناليتي يعني جنسيه. الكلمتين دول يا اولاد وهم موجودين قدامنا، اتر دوريجين وناسيوناليتي، دائما وابدا اذا ظهروا في اي جمله وذكروا في اي جمله زائد صفه مفرد مؤنث بغض النظر عن الموصوف اللي ظهر في الجمله. ازاي؟ لما اقول علي على ناسيوناليتي ايجيبسيان، علي معاه الجنسيه المصريه، علي اي دوريجين ايجيبسيان، علي من اصول مصريه. لما اقول علي واحمد عمر اولا ناسيوناليتي ايجيبسيان، احمد عمر وعلي معاهم الجنسيه المصريه، برضه هتبقى مفرد مؤنث. تعالوا نشوف مع بعض هنا جون اي دوريجين، جون ده ولد، ومفروض طبعا نقول يا جماعه جون هنا يبقى الصفه تبقى مذكر، لا في كلمه اوريجين موجوده، يبقى جون من اصول اسبانيه. لا ناسيوناليتي دوميكوبان، جنسيه اصدقائي، ومفروض اقول جمع مذكر، لا ذكرت كلمه ناسيوناليتي اذا الصفه مفرد ايه؟ مؤنث. يبقى انا عندي اتر دوريجين وناسيوناليتي الاثنين اذا ذكروا في اي جمله ياتي بعدها صفه الجنسيه مالها؟ مفرد مؤنث. بعد كده انا احيانا يجي افوار مع جنسيه واحيانا يجي ات عادي، هقول علي اي ايجيبسيان، ماشي علي يكون مصري والصفه بتتبع الموصوف. طيب لما قلت علي على ناسيوناليتي، علي معاه الجنسيه، لا ظهرت كلمه جنسيه، اذا الصفه لازم تكون مفرد مؤنث. صفحة يا ولاد 208، أول حاجة هنا عندي بقول لي ليز ليف سون، ال سون لي بروميي، ليز ليف طبعا هنا قال لي ال، وال دي جمع ايه؟ مذكر، يبقى بيتكلم عن التلاميذ جمع مذكر، مين الصفة اللي جمع المذكر عندي؟ تونيزيان. بعد كده ماري سوزان جون، طيب سون ماري دي بنت وسوزان بنت وجون ولد، لا طالما ذكر اسم ولد يبقى الجمع اللي عندي جمع ايه؟ مذكر، يبقى هتبقى باريزيا اللي هي نمرو سي. علي ايموا ذكر اسم علي، يبقى الجمع اللي عندي جمع ايه؟ مذكر، يبقى علي ايموا طبعا اون اي اي جيبسيا، طبعا نحن نكون ايه؟ مصريين، مصريين جمع ايه؟ مذكر. بعد كده ميزامي اصدقائي صندوريجين، لا ظهرت كلمه اوريجين، وقلنا لما تيجي عندي اوريجين الصفة مفرد مؤنث. طيب على الرغم ان مين زي جمع مذكر، لا في كلمة اوريجين، يبقى انا عندي هنا ترك طبعا الصفة اللي هي ايه؟ مؤنثة. روبرتو اي دو ناسيوناليتي، روبرتو ولد بس في كلمة ناسيوناليتي، يبقى الصفة مفرد طبعا مؤنث، وانا قلت اوريجين وناسيوناليتي بعدهم صفة مفرد ايه؟ مؤنث، هتبقى ايطاليان. منى ايه علي؟ منى منى علي جمع، مفروض جمع ايه؟ مذكر، يبقى سون ايجيبسيان بيكونوا ايه؟ مصريين. جو تو بريزونت مي فوازين، جاراتي، وجاراتي هنا جمع ايه؟ مؤنث، يبقى طبعا استراليان طبعا جمع ايه؟ مؤنث. لا ناسيوناليتي ظهرت كلمة ناسيوناليتي، دول لويس ماليش دعوة بلويس، أنا في كلمة ناسيوناليتي، يبقى الجنسية اللي قدامي هتكون مفرد ايه؟ مؤنث. اي كنديان، يبقى الجنسية ايه؟ الكندية. السؤال اللي بعده اوباما، اي اوباما طبعا هنا مذكر، يبقى امريكان، يبقى ايه؟
أمريكي. بعد كده السؤال اللي بعده، قولي مارتين أن كوبان. مارتين عندها صديق، أنا بوصف الصديق هتبقى إيطاليا. بعد كده سوسو دي في، في هنا جمع إيه؟ مؤنث، هتبقى أستراليان، بنات إيه؟ أستراليا. سوسو دي في، في هنا برضو جمع مؤنث، هتبقى إسبانيول. بعد كده علي إيفاريت سندوريجين، كلمة أوريجين ظهرت عندي في الجملة، يبقى الجنسية لازم تكون مفرد إيه؟ مؤنث. هنتكلم يا ولاد مع حروف الجر عن حروف الجر مع المدن والدول والقارات، تمام كده؟ حروف الجر مع المدن والدول والقارات هنقولهم بالترتيب وبعد كده اون، وبعد كده ايو، وبعد كده ايو اكس. زائد، تعالوا نمشي مع بعض، جميع مدن العالم، جميع مدن العالم ما عدا مين؟ الفيوم والقاهرة والصيناء، هتبقى او كير القاهرة، او فيوم الفيوم، او صيناي، تمام كده؟ ليه؟ لأن هنا القاهرة معرفة والفيوم معرفة وصيناي بتاخد او قبلها، يبقى هنا أنا القاعدة بتوضع أمام جميع مدن العالم ما عدا اوكير، يبقى القاهرة بحط او فيوم صيناي. يعني على سبيل المثال هقول باريس في باريس، لندن في لندن، طنطا في طنطا. يبقى اذا خلي بالنا، حد يقول لي يا مس هي المدن فيها جمع ولا مفرد؟ هقول لا، المدن كلها مدن بغض النظر. عندي مدن بتنتهي بالاس، ومدن بوردو ومدينة فرنسا اسمها بوردو بتنتهي بالاكس، ومش مشكلة. يبقى انا توضع امام جميع مدن العالم. طب هنفرق ازاي بين المدينة والدولة؟ الدولة ليها اسم زي مصر ايجيبت، تمام. طيب لوكير عادي مفيش مشكلة، جيزة، فيوم، اسماعيلية، دمنهور، طنطا، اي مدينة من المدن دي كلها مدن، ويبقى الدولة فيها اسم الدولة وبعدين كله بيبقى مدن، تمام كده؟ دي أول حاجة. بعد كده هنتكلم عن أون. أون بتوضع فين؟ هديلي هنا هحط كده مربع، توضع أمام واحد جميع الدول المؤنثة، الدول المؤنثة نعرفها إزاي إنها دول مؤنثة؟ تنتهي بحرف الأ، تمام كده؟ طب ما تيجوا ناخد مثال، هقول أون إيجيبت في مصر، تمام، دولة مؤنثة. اون فرانس في فرنسا، دولة مؤنثة. اون ايطالي، ايطاليا دولة مالها؟ مؤنثة، ماشي يا اولاد؟ طيب وتوضع فين اون؟ هقول توضع اون امام القارات، القارات كلها مؤنثة. اون افريك في افريقيا، اون ايروب في اوروبا، اون ازي في اسيا، اون استرالي في استراليا. طيب ثلاثة توضع فين اون؟ توضع امام الدول المذكرة المبدوءة بحرف متحرك زي ايراك اللي هي العراق، ما ينفعش احط قدامها ايه وهتبقى اون ايراك. طب ايران، ايران هقول برضو اون ايران، يبقى اصبح انا عندي اون، نركز مع بعض، اون بتتحط امام دول مؤنثة. اتنين قارات والقارات كلها مؤنثة. ثلاثة بتتحط أمام طبعا الدول المذكرة المبدوءة بحرف متحرك. يبقى إذا احنا متكلمناش دلوقتي إلا على وآه دي بتيجي مع جميع مدن العالم مع القاهرة في سيناي. اتنين اتكلمنا على أون، قلنا أون توضع أمام جميع الدول المؤنثة، أعرف إزاي إنها دولة مؤنثة، طبعا بتنتهي بحرف الأو، طبعا أون إيجيبت، أون فرانس، أون إيطالي، القارات كلها مؤنثة هحط قدامها أون، الدول المذكرة المبدوءة بحرف طبعا متحرك هنحط قدامها اون. طب يا مس وايه يو؟ هقول ايو زائد دول مذكرة. ازاي يا مس دول مذكرة؟ هقول لكم عادي، لما اقول او ماروك، ماروك المغرب دولة مذكرة، او
جابون. اليابان دولة مذكرة، ما فيش الأو في الآخر، ما عندهاش أو في الآخر، يبقى قلنا الدولة اللي بتنتهي بحرف الأو بتبقى دولة مالها مؤنثة. طب الدولة اللي ما فيش في آخرها أو، قلت أو ماروك، المغرب، أو جابان. طب أي أو إكس هقول زائد دول جمع. يعني إيه دول جمع؟ أنا عندي 4 دول جمع، إيه هما؟ هقول إتازوني، الولايات المتحدة. طيب أكتبهم لكم هنا على جنب عشان بس يكتملوا في اتجاه واحد. هنا اي يو اكس زائد دول جمع او جزر جمع. لما اقول او ايتازوني، او ايتاوني اللي هي الولايات المتحدة، وانا عندي امارات، تمام، امارات اللي هي الامارات، وفي برضو فيلبين اللي هي اخر، هنا امارات اخر اس، تازوني اخرها اس، فيلبين اللي هي طبعا الفلبين طبعا جمع، وعندي بييبا، وبييبا يعني الدول المنخفضة، بييبا الدول المنخفضة، وجزر لي أنتيل، ودي جزر الأنتيل، وطبعا أو جزر المالديف وجزر الجمع. يبقى أي أكس أمام الدول الجمع أو جزر الجمع. طيب هتقولي يا مس طب لو جزيرة مفردة؟ لا، تعامل معاملة المفرد. يعني أنا عندي شيبر اللي هي قبرص، وكوبا جزيرة كوبا، ومالط جزيرة مالطا، يبقى التلاتة دول طبعا عبارة عن جزر مفردة تعامل معاملة المدن، ولو جزر جمع تعامل معاملة الدول الجمع. يبقى احنا كده اتكلمنا عن حروف الجر، اه مع جميع مدن العالم ما عدا الفيوم والقاهرة وسيناي. ونقول يا جماعة الجزر المفردة اللي هي شيبر، قبرص، ومالط اللي هي مالطا، وكوبا وجزيرة كوبا، دي جزر مفردة يعني مدن. اون امام 3 حاجات، دول مؤنثة، دول مؤنثة، قارات، دول مذكرة مبدوءة بحرف متحرك، ايو زائد طبعا دول مذكرة، وايو اكس زائد دول جمع. وبكده يبقى احنا عرفنا حروف الجر مع جميع الدول والقارات. صفحة يا ولاد 209. طبعا انا عندي هنا حروف الجر مع المدن، احنا قلنا اه مع جميع مدن العالم. بصوا كده، بيسبق اسم مدن، الابيت باريس، بيسكن في باريس، الفا كوبا، بيذهب الى كوبا، كوبا اللي هي قبرص طبعا، كوبا اللي هي جزيرة كوبا، مالط اللي هي مالطا، وتشيبر اللي هي قبرص، خلاص قبرص، تمام كده يا ولاد. دول 3 جزر، الجزر دي جزر مفردة فبنحط قدامها اه، يبقى اه بتوضع امام حاجتين ايه وايه، يبقى اه امام جميع مدن العالم، باريس، طنطا، اسماعيلية، اسوان، دمنهور، كل المدن اللي في العالم، كان مدينة كان، لندن، لندن، نيويورك، اي مدينة يبقى اه. بعد كده قلنا طبعا الجزر المفردة تعامل معاملة المدن، يبقى توضع اه امام جميع مدن العالم ما عدا الفيوم والايه والقاهرة وسيناي، هتبقى ايو. بعد كده اتكلمنا عن اون، قلنا اون توضع امام جميع، هنا 3 حاجات اتكلمنا، دول مؤنثة اللي هي بتنتهي بحرف الأ، قارات، القارات كلها مؤنثة، دول مذكرة مبدوءة بحرف ساكن، حرف متحرك، معذرة. هنا طبعا أول حاجة بقول لي جون أبيت أون فرانس، أدي دولة مؤنثة آخرها أو، علي فواياج أون أورجواي، دولة مذكرة مبدوءة بحرف متحرك، إليز في أون يوروب زائد قارات، يبقى أون بتيجي مع دول مؤنثة ومع قارات ومع دول مذكرة مبدوءة بمتحرك، تمام كده؟ 2، قلنا ايو قلنا زائد دول مذكرة، دول ملا مذكرة اللي هي لا تنتهي بحرف الأ، نوزالو أو كندا، كندا هي دولة مذكرة، جابيت أو فيوم، ودي احنا اتكلمنا عنها هنا، قلنا توضع أ أمام جميع مدن العالم ما عدا أو فيوم وأو كير وأو سيناي. هنا جابيت او فايو ماشي، الفا او افر، افر طبعا هنا دي جزيرة. بعد كده ال فواياج او كير، تمام، يبقى هنا طبعا يوم مع دول مذكرة، وهنا قلنا اه مع جميع المدن ما عدا الفيوم والايه والقاهرة. طيب بعد كده اه قلنا بتيجي مع، اتكلمنا عنها قلنا اه بتيجي مع المدن خلاص ما عدا الفيوم والقاهرة، ايو اكس قلنا بتيجي مع الدول الجمع، دول جمع ايتازوني الولايات المتحدة، انتيل جزر الانتيل، امريك طبعا الامريكتين، القارتين مجتمعين مع بعض هتديني جمع،
يبقى اذا انا عرفت وهقولهم بسرعه. اه مع جميع مدن العالم ما عدا القاهره والفيوم، اون جميع الدول المؤنثه والقارات والدول المذكره مبدوء او متحرك، ايو جميع الدول المذكره والفيوم والقاهره ذكرناهم هنا، ايو اكس زائد الدول الجمع. طيب نركز مع بعض بحاجه صغيره خالص، واللي خلي بالك ان ايو بتجمع دول. طب انا عندي مجموعه دول مذكره واخرها او، بنحفظ منهم طبعا احنا موزمبيق وكامبوجو وزيمبابوي ومكسيك، اهم حاجه مكسيك، خلي بالنا من مكسيك، هي اخرها او ولكنها دوله مالها مذكره. بعد كده هافان طبعا دي دوله بتعتبر فيها الاداه، يبقى هنا بقول لما اجي هي عباره عن عاصمه دوله، يعني اللي هي عاصمه كوبا، يعني مدينه ومفروض احط قدامها اه. طب ما هي فيها الله زي الفيوم والقاهره، يبقى هنسيب الله زي ما هي، اليني الا هافان. تمام. بعد كده اسماء المدن قلنا لا فيها مفرد ولا جمع ولا مؤنث ولا مذكر. انا عندي مدن يعني لندن اخرها اس بس حطيت قدامها اه، كان اخرها اس، كان دي مدينه كان في فرنسا اه، نانت اخرها اس حطينا اه، اميا اخرها اس حطينا اه، بوردو اخرها اكس، يبقى اذا المدن بتحط قدامها اه بغض النظر بتنتهي بالاس او الاكس او اي حاجه. مين مجموعه الافعال الهامه جدا جدا احفظها؟ فيرب اللي يذهب، ابيتي يسكن، اتري يكون. تمام، لان الثلاث افعال دول بيجي بعدهم حروف الجر اللي احنا شرحناهم مع بعض دلوقتي. فيرب اللي جو في تو فا ال فا ال فا اون فا نوز الو فوز اللي ال فون ال فون. ابيتي طبعا مجموعه اولى، جابيت تو ابيت ال ابيت ال ابيت نوز ابيتون vous habitez il habite elle habite. بعد كده verb être طبعا هنا je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. التلات افعال دول بيجي بعدهم حروف الجر اه طبعا مع المدن، وان مع الدول المؤنثه، وايو مع الدول المذكره، وايو اكس مع الدول الايه الجمع. يبقى اذا انا بالنسبه لي طبعا هنا بقول جو في او جابون، ادي فيرب اللي او جابون. بعد كده جابيت اباريس اه عشان مدينه، ال سو اون فرانس، يبقى الافعال الثلاثه اللي قدامي بيجي معاهم حروف الجر اللي احنا اتكلمنا عنهم دلوقتي حالا. صفحه 210 يا اولاد، اول سؤال بيقول لي اليسيا وكارلوس وامريك، طبعا هنا اليسيا وكارلوس بيساوي ال للجمع، يبقى فيرب اتر اللي احنا لسه قايلينه مع بعض هيبقى سون او امريك. بعد كده سارة اي توا، اي اسم زائد توا بيساوي فو، تمام كده، يبقى سارة اي توا هتبقى ابي تي، يبقى ابي تي دان لو ميم كارتيي. بعد كده سامي اي موا، انا وسفي فاصله واون، لا هتعامل بعد مع الفعل اللي ظهر بعد الفاصله. سامي اي موا اون فا ا باريس. ليزادو الشباب، طبعا هنا ليزادو جمع بتساوي ال للجمع، هتبقى فون ا بوردو، وبوردو دي مدينه فين؟ في فرنسا. او نقط ايل دان لا سواري، هتبقى او فون تيل دان لا سواري، اين ذهبوا، لان الفيرب هنا مصرف مع ال للجمع. ما فامي عائلتي، طبعا هنا مفردة بتساوي ايه؟ ال للمفرد، يبقى هنا هتبقى ابيت بتسكن اكن. او فو ميسيو، طبعا هنا صرف الفيرب مع فو، هتبقى او الي فو ميسيو. صفحة يا ولاد 211. تمام، هنا بقول لي تو دي موند، انت بتسأل ان توريست سائح، سون بي كيسك تو دي، يبقى بسأل السائح عن بلده، هقول له كيل اي فوتر بي، ما هي بلد حضرتك، دان كيل بي فوزابيتي، في اي بلد انت تسكن. بعد كده تو دي موند، انت بتسأل اتون سايبر كوبان، صديقك في النت، دو ستوي، ستوي يعني يحدد موقع، سون بي يحدد موقع بلده، كيسك تو دي، طبعا هقول له او ستروف اين تقع، تون بي بلدك، سير كل كونتينو على اي قاره او في اي قاره، ستروف تون بي. السؤال رقم 3 تو دي موند، انت بتسال ان توريست سائح، سا ناسيوناليتي عن جنسيته، كيسك تو دي هتقول له ايه، يبقى هقول له كيل اي تا ناسيوناليتي، ما هي جنسيتك،
أو تا ناسيوناليتي سي كوا، جنسيتك ايه؟ السؤال رقم 4. تو دي موند، انت بتسأل اتون امي سون دوميسيل، دوميسيل يعني محل الإقامة أو المعيشة، يبقى هنا بتسأل عن مكان معيشته، بيعيش فين يعني كيسك تو دي، هقول او تو ابيت أين تسكن، كليتون أدريس ما هو عنوانك. بعد كده تو دي موند، انت بتسأل اتون سايبر كوبان، صديقك في السايبر، سالونج لونج يعني اللغة، كيسك تو دي هتقول له يبقى كيل اي تالونج ما هي لغتك، كيل لونج تو بارل اللغة اللي انت بتتكلمها. السؤال رقم 6. تو دي موند اتون امي، بتسأل صديقك لا كابيتال دو سومبيي عن عاصمة بلده، كيسك تو دي كيلي لا كابيتال دو تومبيي ما هي عاصمة بلدك، لا كابيتال دو تومبيي سي كوا عاصمة بلدك ايه. تمام، بدي الأسئلة المهمة جدا اللي نفهمها. بعد كده الإيميل، وهام جدا الإيميلات نفهمها، كيل اي تومبيي ما هي بلدك، طبعا هنحذف كيل وهنا تون هحولها لمون، مون بيي والاي هتبقى موجودة، يبقى مون بيي اي ليجيبت بلدي بتكون مصر، كليسا كابيتال طبعا شلت كيل وحطيت مكانها لوكير، لوكير اي سا كابيتال والجملة حطيت نقطة. سير كيل كونتينو ستروف تيل، في اي قارة، ليجيبت ستروف اون افريك، طبعا مصر تقع فين؟ في افريقيا. طيب تعالوا مع بعض الموضوع، بقول لي هنا طبعا بارل دو توم بيتكلم عن بلدك، ابيتو يعني السكان ولونج يعني اللغة، طبعا جابيت اون ايجيبت انا بسكن في مصر، دي رقم واحد الجملة الاولى، مون بي ستروف اونور دافريك بلدي تقع في شمال افريقيا، الجملة رقم اتنين، ليجيبت دون سير دومير مصر تطل على اتنين بحار، طبعا البحر الاحمر والبحر المتوسط، لوكير ايسا كابيتال القاهرة دي عاصمتها، دي الجملة رقم أربعة. أون إيجيبت أون بار العرب، في مصر ما تحدث اللغة العربية، خمس جمل يكفوني حفظ عشان أقدر أتكلم عن مصر. يبقى أول حاجة جابيت أون إيجيبت أنا بعيش في مصر، مون إيجيبت مون بي ستروف أونور دافريك بلدي تقع في شمال أفريقيا، ليجيبت دون سير دومير مصر تطل على اتنين من البحار، لوكير إلى كابيتال دو ليجيبت القاهرة عاصمة مصر، ليجيبت أون إيجيبت أون بار العرب، في مصر بنتحدث اللغة العربية آخر جملة، ليزي جيبسيان اللي هي رقم 6، المصريين سون جونتي بيكونوا مهذبين، سوريان مبتسمين، سوسيابل اجتماعيين وخدومين. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.